ولكن انا بعلق على جزئيه كاريلي لابو بدر. اذا كان انت بتريح لاعب او بتريح اكثر من لاعب في مباراه والمباراه الاخرى في بطوله ثانيه ممكن اتقبلها، لكن تكلم مباراه اليوم الرائد ومباراه الهلال كلها في نفس البطوله في دوري واحد لهدف واحد، مفترض انت على الاقل تبدا بالعنصر الاساسي وبعد ما يعني تامن النتيجه وتصل لمرحله انه ممكن تريح اوكي، لكن تريح الان وتفكر في مباراه مستقبليه في نفس المسابقه اعتقد انه خطا. حتى في عمليه التغيير لما تنزل حمد المنصور وتخرج حمد المنصور اول شيء ما هو في مركزه مكان قاري وتغيره، كان مفترض يعني هذا التغيير من البدايه اما فهد المولد او حتى رومارينو في هذا المركز ما دام ان المباراه احتاجت هذا الامر. لكن اعتقد هذه التعاملات اعتقد انها خطا كبير، اما زي ما ذكرت انه يفكر في مباراه قادمه او يقلل من قيمه وقدر فريق الرائد. خالد القحطاني الرائد. انا ارى ابو بدر، اختلف مع ابو احمد، الظاهر هذه اول مره نختلف فيها انا ابو احمد، اختلف مع ابو احمد واختلف بعد مع المانشيت اللي كان في البرنامج. انا ارى انه مكره، الرجل كان مكره اليوم، ولو فضل كرير انه يقحم رومارينيو بشكل اساسي لكان عكس او نقيض تصريح اللي ظهر فيه اليوم. هو تكلم اليوم عن انه اظهر له رومارينيو او اتضح له من جهاز طبي او حتى من معد لياقي ان اللاعب مرهق، فهو ما يضمن انه هذه النتيجه تخلص مبكر وبعد ذلك يستمر. يعني لو اضطر انه النتيجه تظل الصفريه الى نهايه المباراه فانه بيكون رومارينيو لعب هذه المباراه الى نهايتها بشكل يعني متتالي وكانت 90 دقيقه بشكل كامل، فهو الان يزيد ارهاقه. اضف الى ذلك انه المباريات الجايه اصعب من هذه بكثير، المباريات الجايه تحتاج الى يعني جاهزيه بدنيه عاليه، بيسافر للرياض ضد الهلال، ثم بيطلع الحفل الباطن ضد الباطن، ثم بيرجع قدام. اعتقد انه الهدف الاول للاتحاد اليوم هي البطوله العربيه يلعب مع الشباب، فانا ارى على شح الاسماء الهجوميه انه كان مكره للامانه اليوم.